تتحدينا فرمونا لفانكشن تيست. قلنا هاي التيست كان differentiate, distinguish between obstructive, restrictive. بس وين الفاسكولار ديزيزز؟ الفاسكولار ديزيزز وينها؟ شو الفحوصات اللي راح لما انا يكون عندي مثلا pulmonary hypertension or destruction, increase pulmonary vascular resistance, الايرويز بتجوز تطلع كله نورمال فحوصاتها. اللونج فوليوم كاباسيتي از نورمال. بدي اشي على الفاسكولار. فاليوم احنا يلا تبدي يطلع ما يطلب زل. تبدي يطلع واليوم فري، اليوم فري. يعني بدي يطلع اللي بدي يرجع. ده في تسجيل. في بكره تسجيل؟ بس يوم واحد انتو؟ طيب رايحين اليوم نفحص اشي انه how much oxygen can diffuse, how much oxygen can diffuse from the lung to the blood per minute for every millimeter mercury pressure difference. يعني لو كان pressure difference هون كان 1 PO2 1 هون 0 قديش oxygen can diffuse per minute. هذا اسمه diffusion capacity of or for oxygen. احنا سمع دي ال سي او بس هلا شوف ليش احنا او خلينا نحكي او 2 بلاش سي او او 2 كمان مرة. اليوم we are going to the third phase which is the vascular. How much oxygen can diffuse? ما تمتي مويا بلا. Oxygen consumption. Consumption, how much oxygen you consume at rest? It's 250 ml. لما أخذت cardiac output calculation استعملت بالرقم. During exercise, it increases in marathoners 5 liters, 5,000. In normal people like you, يعني كان قلت لك 3500 maximum. This is called maximum oxygen consumption or VO2 max. عم بحط النقطة هاي مشان تعني انه في فلو باليونت تايم. يعني كارديك اوتبوت بيكتبوها هيك نقطة. انه في فلو يعني يونت تايم. اذا في او 2 ماكس بتزيد. يعني بحسب 3-4-5 you are born with high في او 2 ماكس. او لو او ميديوم. Usually you cannot increase your VO2 max. يعني إذا أنت عندك VO2 max 3 لتر يعني ما ينفعش تركض ماراثون حتى لو أنك من العائلة الإسلامية يعني واسطة رئيس الوزراء. ما بزبط. يعني بزبط في الأردن بزبط. هو العالم الثالث متقدم بزبط. بس برا لا. يعني أقول لك فاس. يقول لك أنت you go for حمل أثقال. يعني شو حمل أثقال؟ يعني أنت ما بدك أكسجين كونسمشن حمل أثقال. بدك وايت فايبرز. فبياخذوا منك من الكوادريسبس بايوبسي بشوفوا يو هاف مور وايت ذان ريد. بس بدك تروح على الماراثون بايوبسي لازم يكون عندك ريد. إنديورانس، يو نيد إنديورانس. بيفحصوا لك كارديك أوتبوت تبعك، الماكسيموم تبعك قديش. بفحصوا لك
هذا فحص لأن عم نحكي عنه diffusion capacity of the lung. هلا بكون عندي vascular problem less oxygen diffuses. So it might be the only abnormal test in vascular pulmonary vascular disease. Again, I repeat. أنت من هذا موسى؟ عيون صقر للقمص متحضري. لا والله مدح يا بنتي. وكيف انت ما ادري وسمش عارفه ان هذا مدح؟ تكون من نسبة ابتسام. على عين والراس. او مش عين بس انتو هسه عين مش مدح. لا والله هي كانت مدح. الفرق بينهم 60.
اذا دلتا بي او 2 60 في النقطه هاي، بس اللي بعديها صار 50، واللي بعديها صار 40، واللي بعديها صار 30، واللي بعديها صار 0، واللي بعديها صار 0، واللي بعديها صار 0. في مشكله. وانا بدي اشوف هاو ماتش ذس ميمبرين من اول لاخره قديش بقدر اعتمد عليه. هاو ماتش كان الله اوكسجين تو كروس. انا بهالحاله راح يطلع معي بس بهذا التلت. طبعا كيف بدي احسبها؟ باجي بقول بناخذ الافريج 60، هون 0، الافريج 30، هون الافريج 0، هون الافريج 0، 0 زائد 0 زائد 30 على 3 يساوي 10. يعني هاي تجارة جحا، ما بتقدر تعرف. إذا there is no way you can measure delta PO2. No way. The same thing applied to PCO2. نفس الشيء، ما PCO2 كمان equilibrate هون. وأنا بدي أفحص كل الممبرين. فأنا باجي بستعمل غاز أول أكسيد الكربون CO. CO هلا خلينا نحكي هون PCO. In very small fraction, very small amount. CO once it enters the blood immediately binds with hemoglobin forming carboxyhemoglobin. So its partial pressure remains zero in the blood. So delta PCO هو عبارة عن PCO alveolar ناقص zero. بالتالي لما يعمل expiration قيس CO في ال expiratory layer هذا هو delta PCO. إذا CO is appropriate gas to measure the diffusion capacity of this membrane. أنا عم بفحص الممبرين، أنا مش عم بفحص CO. فهو الممبرين نفسه للCO، نفسه للCO2، نفسه للأكسجين. هلا diffusion capacity زي ما أنتم تعرفوا diffusion capacity of the lung. تعتمد على الأريا، how much area you have. إحنا قلنا عندنا أريا بين 50 ل 100 متر مربع. و how much thickness do you have؟ وقلنا هاي عندنا إياها 0.2 ل 0.6 micrometer. هدول التنتين الـ property of the membrane، وهذا اللي عم بفحص فيه. ضرب solubility of the gas from CO على square root of molecular weight of CO. molecular weight. للأكسجين to be 1. واحد صحيح. إيش؟ هذا يكون relative بالضبط للsolubility وللmolecular weight. جدر بتنبيه للCO 0.8. للCO2 20. لأنه solubility 20 مرة أكثر للCO2 من الأكسجين. فأنا راح يطلع معي الديفيوجن أو الـ شو اسمه هاي diffusing capacity of the lung for CO يساوي 17 مل per minute لكل مليمتر mercury pressure difference. إذا بدي إياها
اكسجين بقسم على 0.8 يطلع 21. اذا بدي اياها CO2 بضرب في 20 بتطلع 400 وهكذا. اذا هلا اليوم انتم بس تعرفوا معلومتين. اول معلومه انه to measure the diffusing capacity of the respiratory membrane for different gases use CO, not oxygen, not CO2. And then you extrapolate results according to the diffusion coefficient. حسبنا the diffusion coefficient للأكسجين واحد. إذا طلع 20 معناتها هذاك 400 للCO2. تضرب 0.8 بيطلع للCO 17. طبعا طلعنا من CO وطلعنا البقية. هلا ما زال بحكي عن الباب. ايش طريقة ثانية؟ خلص يا ابني والله في طريقة غيرها. ما في. ولا تزيد ولا تنقص. هلا السؤال هو كما يلي. راح اضلني شوي في البلاك فلو. انتم امبارح اي ساعة كان عندكم فيزيولوجية؟ واحدة الثانية يعني. أول واحدة 12 أنتوا الثانية. طيب. شباب أنتوا بالأخير جوز تعالوا هون عندي تعالوا. تعال جاي. بسرعة أبوي. تعال عندي. اسمعوني شوي. في عندي هلا أنا هون خلنا نكمل على الباسكولار شوي. في عندي كابيلاري. الكابيلاري الدم بفوت فيه من هون بيطلع من هون. الكابيلاري اصلا هو الدم جاي له من الارتيريال والمنري ارتيري. ففي عندي هون بريشر الفيولار بريشر. وفي عندي هون كابيلاري بريشر. هايدروستاتيك بريشر. إذا البريشر هون أعلى من هون معناته هذا سكر. ما في دم من هون. لما ما في دم من هون معناته هون الترفيوجن بهاي الأريا صارت زيرو. يعني ما استفدنا من الفنتيليشن. صار فنتيليشن ترفيوجن ريشيو صارت انفينيتي. مظبوط بحكي؟ اذا اي في حاله انه الالفيولر بريشر اعلى من الكابيلاري بريشر. يعني doesn't make sense اصلا. بصير هيك انت you are wasting your ventilation. اذا هذا بصير اسمه الفيولر wasted volume. أنا أحسن شيء عندي لما أجيب هواء أجيب دم. ما ينفعش أجيب دم.